هيباتيك تيومرز، هيباتيك تيومرز طبعا جراحه، بس يعني ما ينفعش ما نقولهاش. الهيباتو سيلر كارسينوما يكتب جنبها مساله واقول لك فكره المساله ازاي. هيباتيك تيومرز دي يا اما تكون بلايند، يا اما تكون اي تيومر على فكره، يا بلايند يا مالجنس، والمالجنسي ده يا اما يكون برايمري يا اما يكون سكندري. بلايند اللي عباره عن حاجه اسمها هيباتو سيلر ادينوما، يا اما مالجنسي، المالجنسي يا اما برايمري في الليبر هيباتوما او هيباتو سيلر كارسينوما، ده من الاختصار الشهير جدا اتش سي سي هيباتو سيلر كارسينوما او سكندري. سكندري ليه؟ فاكرين كلمه ليبر؟ قلنا اي متاستس بيروح لاي مكان، بيروح فين؟ يروح للليبر واللنج والبون والبرين. ها عشان كده بنقول لك هي الليبر مكان كومن جدا لاي سكندري جاي من اي مكان، وده يبقى مالتيبل وعلى فكره يبقى كتير. هيباتو سيلولار كارسينوما مع كل الاسف والالم هي اكثر في الرجاله، ودايما تحصل فوق ال 40 سنه، ودايما تحصل فوق السيروزس. فوق السيروزس ازاي؟ واحد عنده هيباتيتس بي او هيباتيتس سي او هيموكروماتوزس، وشاطر يفكرني بنسبه قد ايه الهيموكروماتوزس يعمل مالجنسي؟ تلت الحالات، تلت الحالات يحصل لها هيباتو سيلولار كارسينوما. تكمله كتير قوي، لا 30% ماشي. كمان يا جماعه، كمان ممكن يحصل هيباتو سيلولار كارسينوما مع حاجات كده توكسيك. عارفين في ماده اسمها افلاتوكسين؟ ايه افلاتوكسين دي؟ افلاتوكسين بصوا، اسبرجيلس ده فنجس يعني فليفر، هو ماشي. فهم ايه؟ لقوا ان هو ده بيكون من الحاجات اللي تؤدي الى كارسينوما في اماكن كتيره وهيباتو سيلر كارسينوما. فبص خدوا اول حرف هنا ايه؟ خدوا هنا لا ها افلا، وبعدين قالوا ده حاجه توكسيك، قالوا ايه افلا توكسيك؟ يعني الكلمه اصلا جايه منين؟ هو دريفيتيف من حاجه اسمها اسبرجيلس فليفاس توكسين. عارفين الحبوب اللي هي متخزنه غلط، يعني مثلا الذره والقمح والفول والحاجات دي ممكن يتكون عليها. كمان عشان كده النصائح العامه دايما يقولوا للستات اللي بيوت، يعني بيقولوا لهم كده ما تخزنيش عندك بقوليات كتير في البيت، انت مش عارف تخزنيها صح. ولما تروحي يعني اشتري كميه صغيره بكميه صغيره، ولما تروحي كمان عشان تشتري من حد، اشتري من حد مضمون. لان دوت اصلا هو الفكره احنا بناخد، احنا خدنا كلنا كده على فكره، خدنا افلاتوكس بس خدناه ايه؟ مينيمم ادوز، يعني حاجات بسيطه جدا ما عملتش اي حاجه. لكن الفكره لو حد بقى على طول بيجيب الحاجات دي المكان اي كلام، والمكان ده اصلا هو يعني هو بتاخد من عقار معين، والعقار ده اصلا عنده افلاتوكسين كتير، خلاص بقى يعني اكيد مع الوقت ممكن حتى لو ما عندهمش سيروز ولا حاجه. عارفين الجبنه البيضاء لما تتساب بره كده الثلاجه شويه تلاقيها بدات تصفر، عارفين الصفار اللي بره ده ايه؟ ده افلاتوكسين. ده اسمه افلاتوكسين، وده عامل مهم جدا 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 في الهيباتو سيلولار كارسينوما. كذلك الشباب بتوع الجيم العيال على بعضه بيتلفت، فيروح ياخد تستوستيرون اندروجين. الاندروجين ده بيكون بري كانسرس كمان. وليه سؤال محرج بقى شويه، هو مين هيعمل هيباتو سيلولار كارسينوما اكتر، هيباتيتس بي ولا سي؟ كلها سي، لان دي ان بي دي ان اي، والهيومن جينوم بتاعنا دي ان اي، فان هو ممكن يتعامل كان انتجريت وذ هيومن سيلز ويحولها الى مريمنس. اوكي، لكن في مصر قلنا طالما الهيباتيتس سي فيروس اكتر فهو النسبه بتاعته اعلى، دي نسبه. لكن كاحصائيات مين اللي هيعمل اكتر؟ طبعا هو الهيباتيتس بي، مش عايزه كمان. ازاي تسسبكت ان المريض بتاعك ده داخل في هيباتو سيلولار كارسينوما؟ وعلى فكره دي بقى سر المساله، دي سر المساله. ايه سر المساله؟ هو راجل وفوق ال 40 سنه، والراجل ده حصل له رابيد ديتيريوريشن اوف ليفر كونديشن. هو معروف ان هو عنده سيروزس وبقاله 10 سنين عنده سيروزس، لكن تظبط نفسه. تلاقيه فجأة دخل في كذا مرة هيباتيك انكفالوباثي،
دخل في أتاكس وفي ماتيمتز، دخل في سيفير أسايتس. ها العيان بقى خلاص تعبان ومش قادر، خس خنزير رهيب جدا. يعني لوس اوف ويت دي حط تحتيها طرف، دي اهم كلمه. ها ماركت لوس اوف ويت، يعني يقول لك كده بيشنت نون تو بي سيروتيك اوفر 50 ييرز بريزنتد ويز ماركت لوس اوف ويت. دي لوحدها، ها دي لوحدها بتشخص ان هو غالبا داخل في ايه؟ ها في هيبات وسيلر كارسنوما. والله دي مساله مهمه جدا 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 جدا. هذا الشخص ممكن يحصل له اسايتس، يقول لك رحت المستشفى وسحبوا لي المايه دي لقيت لونه احمر. احنا قلنا مليون مره اي تابنج احضر اللون الاحمر، لان اللون الاحمر ده ايه؟ وقلنا في ثلاث مواصفات دايما، ماسيف وريد ورابيدلي اكيميليتد فلويد. دي كلها بتكون سسبشن فور مالجن، سواء كان بريكارديال او بلورال او حتى اسايتس، ما هو في الشيب الميست يعني. طيب يا دكتور لما نيجي نفحص هذا المايه كجنرال اكزامينشن، كلمه واحده كاشيكسيا، وعايز حد دلوقتي حالا 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 يقول لي يعني ايه كاشيكسيا. انا قلت دكتور كم حالة أرقام بس كم حالة؟ قول ما قال الأرقام. قول ما جيت قلت أربع حاجات؟ مرة خمسة؟ طب شاورني يعني؟ إيه لوس لوس أوف ماسل بالك، لوس أوف سبكيتينيوس فات، لوس أوف فلويد، لوس أوف باور. ها يبقى الأربع حاجات دول اسمهم إيه؟ ها كاشيكسيا، ها لوس أوف ماسل، لوس أوف ماسل بالك، لوس أوف سبكيتينيوس فات، loss of subcutaneous fat. ها دي مهمة. loss of fluids وكمان loss of power. عنده أثينيا فظيعة جدا، كلها مواصفات كلمة نقول عليها كاشيكسيا. ودي ودي يا جماعة بتشخص، دي بتشخص واحد عنده ليفر ديزيز وخس جدا. بص يا جماعة محدش هيجي عنده هيباتو سيلفر كارسنوما وبيتخي، مستحيل أصلا، انسى خالص الموضوع ده. عنده دايما لو جريد فيبر، تقول لي طب هو مريض السيروز عنده لو جريد فيبر؟ ايوه هي بتزيد شويه، اصل التيومر ده عمال يطلع سايتوكاينز انترلوكين 1 ودايما حرارته بتبقى عاليه شويتين. ها دايما كده لما تيجي حضرتك تفحص هذا المريض عشان تفحص الليبر بتاعه، هتلاقي الليبر بدا يكبر وبقى الريجولار بوردر. كلمه الريجولار بوردر دي لوحدها دي برضه بتسبكت ان في مالجن، سواء كان برايمري او سكندري. بقى الريجولار لان المالجنسي ممكن يكبر بره حدود الليفر اساسا. ها بتلاقي عندك الريجولار بوردر، دي كلمه مهمه. ها تلاقي الليفر ده ممكن يبقى تندر، وبعدين ايه بقى؟ هو لما حصل تيومر دلوقتي، تيومر في الليفر، الهيباتوما دي مش جالها دم كتير؟ هو هايلي فاسكولار تيومر، فالحب انت السماعة على الليفر تسمع هيباتيك بروين. ايه هيباتيك بروين؟ اسمع صوت الدم وهو رايح لمين؟ هو رايح للتيومر ده. مش ممكن يعمل انفيجن للكبسول؟ عارف يعمل حاجه كده لما الدافرام يخبط فيه مع النفس، يعمل حاجه اسمها هيباتيك راب. ايه هيباتيك راب؟ احنا كده قلنا كام راب في المناخ؟ قلنا بريكارد راب، قلنا بول راب، سبلينك راب، وادي كمان هيباتيك راب. الكبسول اللي حواليه ده لما يحصل له انفيجن باي تيومر هيحصل فيه شويه التهاب، يجي ياخد نفس الدايفرام يزق الليفر يحتك فيه شويه، هذا الاحتكاك يعمل صوت ايه؟ هذا اسمه هيباتيك راب، وده مش مهم قوي. ممكن لو هو هايلي هايلي فاسكولار تيومر يعمل بالسيتنج ليفر. يلا مين هيسمع؟ كورس اوف بالسيتنج ليفر عموما. شاطر. اول حاجه تريكاسبيت ديزيز، اثنين هايلي فاسكولار هيباتيك تيومر، ثلاثة يا فشلة ترانسفيرنس ولونج اورتيك انيوريزم، موجودين في الكتاب الكلينيكال في الكارديولوجي. قلنا بالسيتنج ليفر ثلاثة. ها يا اما تريكاسبيت ديزيز، يا اما هايلي فاسكولار هيباتيك تيومر، يا اما ترانسفيرنس ولونج اورتيك انيوريزم. يبقى انت كده تسبكت ان الحاله فيها ايه؟ طبعا سيفير اسايتس، وقلنا الكلام ده غلط. انت تسبكت ان الحاله فيها هيباتو سيلولار كارسينوما. هيباتيك بروي، انا عندي دلوقتي تيومر، التيومر ده جه في الليفر اهو. لما التيومر ده جه في الليفر يا باشا الدم اللي رايح له بقى زياده. ها بقى هايلي فاسكولار تيومر. كون الدم رايح زياده اسمع صوت الدم اللي رايح ده، احط السماعه اسمع صوت زي مرمر، بروي يعني مرمر على فكره. ها بس بتسمع على ايه؟ على ارضي، تمام؟ فده اسمه هيباتيك بروي، هيباتيك بروي. هل يا دكتور المريض ده الهيباتيك سيلولار كارسينوما يحصل لها من تيستس؟ طبعا طبعا.
تروح للرنج وتروح للبون وتروح للبرين. هل يا دكتور يحصل معاك بارا مالجنان سندروم؟ يعني ايه اصلا بارا مالجنان سندروم؟ نون ميتاستاتيك اكسترا هيباتيك مانيفيستيشن. ترجمها نون ميتاستاتيك، مفيش حاجه راحت. اكسترا هيباتيك يعني بره مين؟ يعني بس مش عن طريق ايه؟ مش عن طريق الميتاستاسيس، ودي قلنا الميكانيزم بتاعها مش واضح، لكن قالوا نظريات ممكن يكون بيطلع هرمونز، بيطلع سيتوكاينز، بيطلع ميديتورز، انتي بوديز، اي حاجه. طيب ايه يا دكتور؟ ايه البارامالجنت سندروم اللي ممكن تحصل مع الهيباتوسيلر كارسينوما؟ واحد بيهيكو مصير. ليه؟ بيطلع استروجين لايك، استروجين لايك سبستنس مثلا، تعمل ريتروسايتوزيس. سهلة، بتطلع ريتروبويت لايك هرمون، تعمل هايبر كالسيميا. وربنا ايوه، بتطلع باراس هرمون لايك سبستنس، مش كده ولا ايه؟ تعمل هايبوجلايسيميا. انسولين لايك سبستنس اللي بتطلع مواد زي الهرمونز. ها واحدة واحدة تاني، يلا واحدة واحدة. ها بايديكم واصية انسولين لايك هايبر كالسيميا، باراثرومون، هايبوغلايسيميا، انسولين، اريتروسايتوزس، اريتروبويتد. يبقى دي اسمها بارا مالجنان سندروم. قلنا قبل كده كلام زي ده مع البرونكوجينيك كارسينوما لو حضراتكم فاكرين، يعني الاولد سيل كارسينوما او السمول سيل كارسينوما. ماشي يا عم واحد، تمام ماشي كده. العك بقى كتير. بص عشان تشخص طبعا تعمل سونار وهتلاقي فوكاليجن، او تعمل سي تي، بس علمني على كلمه الاحدث والموضه، تراي فيزيك سي تي. لما تسسبكت ان انت عندك هيباتوسيلر كارسينوما تراي فيزيك سي تي سكان، دي احسن انفستيجن. شوفوا ليفر من كل الاتجاهات ومن كل الدوائر، لو حاجه صغيره هتبان، ولو في انفيجن لجزء تاني من الليفر هيبان معاك. حتى مش بتعملها على الليفر، بس بتعملها على الابدومن كلها، عشان لو في ميتاستاسيس في حته في الابدومن وده كومن. بيعملوا حاجه اسمها تيومر ماركرز. والتيومر ماركر المشهور هنا، المشهور هو مش مزرك عليك، بس مشهور جدا، وكلكم عارفينه، الفا فيتون بروتين. افكركم بحاجه، انا قلت لكم زمان في بدايه الليفر، لما نشك ان واحد عنده او نعرف ان واحد عنده سيروزس خاصة بوست هيباتيك او هيمو كروماتوزس، لازم كل ست شهور اعمل حاجتين، اعمله ايه؟ الترا ساوند والترا فيتو بروتين، عشان اشك لو حصل هيباتو سيلر كارسينوما اعرفها بدري. طب اعرفها بدري ليه؟ كل ما تعرفها بدري كل ما تكون فرصة العلاج بتاعتك احسن. هنعرف ازاي دلوقتي؟ طيب تعال نمسك الحتة دي. الترا فيتو بروتين يسسبكت الهيباتوما، هيباتو سيلر كارسينوما، اذا كان اكثر من 500 نانو جرام، هو نورمالي اقل من 20. لو كان اكتر من 500 هو لوحده بس، يعني بص دي معناها غالبا 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 يعني هو عنده هيباتوسيلر كارسينوما. دكتور هل الالفا فيتو بروتين سبيسيفيك؟ لا، مع الاوفيريان تيومرز، مع التستيكولار تيومرز، بص مع تيومرز كتيره. عشان كده جوب حطوا حاجه اسمها جايد لاين حفظ زي اسمك. الجايد لاين ده بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ابدومينال الترا، مكتوب عندكم ابدومينال الترا ساوند في فوكال ليجن اكتر من 2 سم بلس الفا فيتو بروتين اكتر من 200 نانو جرام دايجنوستيك فور اتش سي سي. يبقى انت بتعمل حاجتين، ايمج والفا فيتو. الايمج بتاعك حاجه سهله وبسيطه، مين؟ ابدومينال الترا ساوند، ابدومينال الترا ساوند، وهتلاقي فوكال ليجن. لو لقيت فوكال ليجن صغير حاجه اقل من 2 سم طنشه. اكتر من 2 سم مع كمان الفا فيتو بروتين اكتر من 200 نانو جرام برسنت، ده معناه ان احنا عندنا هيباتو سيلر كارسينوما. على فكره ده اللي ماشي في مصر، ده اللي ماشي في مصر. بس عايز اقول لكم حاجه، لو لقيت الالفا فيتو لوحده مثلا، واحد عامل الفا فيتو بس ولقيته 700 800 هو اكتر من 500 خلصت. دي لوحدها زي مصر. دكتور هل ده بس التيومر ماركر اللي بيتعمل؟ هو ده اللي بيتعمل، لكن الابحاث طلعوا اشياء اخرى. في واحده تكتبه كده، معلش هو اسمه طويل شويه، another tumor marker for HCC. اسمه ايه بقى؟ اسمه طويل، this
this DES, this gamma, GAMMA, carboxyprosrombin. هو اسمه كده. This gamma carboxyprosrombin. That was the most recent tumor marker. بيعمل دلوقتي مقارنات بين وبين الالفا فيتو بروتين. ممكن بعد سنتين ثلاثة يقول لك ايه دوت احسن وادق ومش عارف ايه وتو سبيسيفيك اكثر، واخد بالك؟ هو الحياة سبيسيفيك بس نوت سنتر يعني. مش عارف انت عن نفس المجال ايه هو سبيسيفيك بس نوت سنتر. يعني ايه بقى؟ والالفا فيتو بروتين سنتر بس نوت سبيسيفيك. هندخل بقى في القصة ايه الوهمية بقى؟ معلش بقى. يعني ايه سنسيتيف؟ جود نيجاتيف شاطرين جود نيجاتيف بريزم. طب يعني ايه سبيسيفيك؟ طب هناخد اكزامبل ماشي. انا بقول لك دلوقتي ان الالفا فيتو بروتين سنسيتيف بس نوت سبيسيفيك. انا عندي 100 عيان عندهم بوست هيباتيتك سيروزس، حلو؟ ال 100 دول عايز اعمل لهم سكريننج اشوف عندهم هيباتو سيرو كارسنوما ولا اعمل لهم ايه؟ الفا فيتو بروتين. هلاقي 10 النسبه بتاعتهم فوق ال 200، وهلاقي 90 النسبه بتاعتهم تحت ال 200. ال 90 دول اقول لهم يلا مع السلامه انتم ما عندكوش، لان التست ده ايه؟ سنسيتيف. طب فال 10 التانيين يزعلوا يقولوا يا دكتور يعني احنا عندنا؟ اقول لهم لا، انتوا ممكن يبقى عندكم بس ممكن يبقى عندكم تيومرز اخرى، مش بس احنا عايزين نشتغل على مين بس؟ على هيباتو سيلر كارسنوما، ممكن يبقى في حاجه ثانيه. اوكي خلينا نشوف. اقوم عامل لل 10 دول اديت جاما كاربوكسي بروثرومبين اللي هيطلع في ثلاثه منهم طلعت نسبه عاليه، يبقى دول بنسبه 100% عندهم ايه؟ عندهم هيباتو سيلر كارسنوما. طب السبعه احتمال عندهم واحتمال ما عندهمش. اعتبر لهم الكرايتيريا. ايه الكرايتيريا؟ اشوف فوق ال 200 اكتر من 200 سم والفا فيتو فوق ال 200 اشخص. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا حاجه؟ يبقى دي فكره ايه؟ كلمه سنسيتيف وكلمه سبيسيفيك، وده كلام طبعا تكونوا عارفينه عشان هيقابلكم ناس كتير جدا 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 بالشكل ده والله يا جماعه. هيقابلك ناس كتير قوي اللي هم بوست هيباتيتكس الروزس وعندهم هيباتيتكس كارسنوما وعمل الفا فيتو وطلع عادي وعمل سونار وعمل كرايتيريك. القصه دي طبعا من القصص المشهوره جدا جدا جدا. طبعا لما اجي اقول لك انا بقول اكزامبل، انا بقول جاست اكزامبل. السبعه من المية دول مالهم؟ مش هم عندهم الفا فيتو بروتين عادي؟ طب هذا الالفا فيتو بروتين هل هو سبيسيفيك فور هيباتو سيلر كارسنوما؟ عملت الثاني، ما هو الثاني ده سبيسيفيك بات نوت سنتر، يعني مش موجود في كل الحالات. يعني في حالات كتير عندها هيباتو سيلر كارسنوما وما عندهاش الديس جاما كاربوكسي بروتون. انا ما شخصتش بيه، انا شخصت بيه مع السونار. سونار اكتر من 2 سم فوق الليجن مع الالفا بيض فوق ال 200. انا فهمتني ولا ايه؟ بس دي الفكره. يبقى دول السبعه انا ما اعرفش موقفهم ايه، لكن الثلاثه اللي طلعوا بوسط ديس مش عارف ايه البتاع ده خلاص خلصت. ممكن حاجه ثانيه، ممكن عادي كده والله. ممكن لسه في البدايه بس انت تعمله مع نفسه النهارده. ماشي نكمل التريتمنت بقى. ها التريتمنت اوف هيباتو سيلر كارسنوما. بص يا جماعه طبعا البروفلاكس مهم جدا. البروفلاكس اللي هو السكريننج، يعني هو ما بنقصدش البروفلاكس ان احنا ناكل طبعا، ما تاخدش حاجه فيها ترك البقوليات المخزنه والجبنه المعفنه والاكل طبعا ما حدش هياكلها يعني بالقدر اللي كان تابع عنها. دي حاجه تابع عن هو البروتكشن اصلا من الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. هو بروفلاكسز اجينست الهيباتو سيلر كارسنوما بنسبه كبيره جدا. طب عايز اعمل ايرلي ديتكشن اوف كيزز، يبقى ريجولار سكريننج. ريجولار سكريننج لاي حد عرضه ان يحصل له هيباتو سيلر كارسنوما، مش عايز كلام. بعد كده تيجي العلاج. خلاص حصلت هيباتو سيلر كارسنوما ان شاء الله. الحته دي في الجراحه يمكن تاخدوا فيها حصه كامله، بس انا اقول لكم خلاصه. يعني الخلاصه، واحد عنده هيباتو سيلر كارسنوما واكتشفناها بدري جدا وحجمها صغير ولوكالايزد في المكان ده وما انتشرتش في مكان تاني، والعيان ما عندوش بارا مالجنان سندروم، وهذا المريض اوبرابل يعني قلبه وصدره يستحملوا ان احنا نعمله عمليه، ادخل اعملها ريزكشن. خلصت صح ولا لا؟ بس انت تفتكر يعني
هتلاقي عيات الجمال ها في النوادر ها في النوادر ولا ايه رايك؟ عشان تلاقي وعشان كده لازم نعمل ايه؟ ايه السكريننج؟ هو السكريننج مهم عشان كده عشان الاقي العيان هو كده، لكن مع كل الاسف والالم ها يجي لك العيان هو معاه بارا مالينجنت سندروم معاه ميتاستاسيس واصلا ممكن يبقى عنده هارت فيلير او سبايرال حاجه ثانيه. فانت كل علاجك ثانيه تبقى ها مسكنات ممكن شويه كيموثيرابي واخد بالك؟ عملوا حاجه ثانيه قال لك ايه؟ في مصر دي برضه من الحاجات المشهوره وان كانت النتائج يعني او ناس على فكره اكل عيش قص يعني الصبح يلاقي واحد عنده سيروتيك ليفر وان اوبرابل شويه تعملوا حاجه اسمها ريديو فريكونسي اللي هو اسمه بالعربي العلاج بالتردد الحراري. الريديو فريكونسي ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ يمنع الجروث بتاع التيومر ينشل عليه كده في جهاز اشعه، جهاز على فكره موجود في الغسيل موجود في الزهراء يعني في كل المستشفيات تقريبا بيدخل يسلطوا على الليجن ده ويقعد ياخد جلسات. الهدف من الجلسات دي انها تموت مين؟ التيومر، تمنع انها تنتشر لمكان ثاني وتقضي على هذا التيومر. طبعا محتاجه وقت طويل ونتائج في ناس تنفع وناس ما تنفعش. بس افرض ان انت جاي تعمله راديو فريكونس ده اصلا كان هو منتشر في مكان ثاني هتعمل ايه؟ يبقى ايه لازمته يعني؟ يقول لك اديني بحاول ان انا امنع السبريت شويه. كذلك عملوا حاجه اسمها كيمو امبولايزيشن. وانتوا فاهمين الفكره. ايه كيمو امبولايزيشن؟ ودلوقتي لما بيحصل مالجنسي مش انا قلت لكم ان الدم اللي رايح له بيزيد بيدخلوا في الهيباتيك ارتري ويعملوا فيه امبولاس في الهيباتيك ارتري. بس طبعا في البرانش اللي رايح لمين؟ لهذا التيومر. كاني بعمل انفاركشن لمين؟ في هذا التيومر. دي كلمه اسمها كيمو امبولايزيشن. يبقى انت عندك ريسكشن وعندك راديو فريكونسي وعندك كيمو امبولايزيشن، دي كلها حلول. وطبعا في ترانسبلانتيشن بس ده مش بينفع في كل الحالات قلت لكم عشان بيكون حصل ميتاستاسيس وبيكون عنده مشكله في مكان اخر في مكان ما. فهمت الحته دي ولا ايه؟ هيباد وسيلر بلازما ريليشن تريتمنت على فكره انا ما يهمنيش، انا يهمني اللي هو ازاي نشخصه لما تسال في الاورال، ويهمني انها تبقى مساله تعرف ازاي ان الحاله بتاعتك هيباد وسيلر كارسينوما لما يحصل لوس اوف ويت ورابد ديتيريوريشن اوف بيشنت وذ ليفر ديزيز، يبقى الحاله دي اكيد ايه؟ دخلت فيه هيباد وسيلر كارسينوما. اوكي النهارده الدرس كله النهارده ايه؟ دردشه يعني واخد بالك؟ انا مفيش مواضيع تقيله.